عشان مرحبا، انا اسمي محمد جودي قناه سلام ميخانتي، واليوم ان شاء الله مع بعضنا باش نشوفوا في الفيديو هذايا موقع مهم جدا باش نجم يعطيك لي بورسونتاج نتاع او النسبه المئويه نتاع حظوظك في الحصول على الفيزا من طرف السفاره الامريكيه. انت باش تحاول باش تحط طول الدوني نتاعينك كوم سي، معناها هذا كان دي اس 160، احسبوا هذا فورمولير دي اس 160 باش تحط فيه كل المعلومات اللي هو باش يطلبها من عندك السيستم هذايا، وباش يعطيك بورسنتاج نتاع حصولك على الفيزا. ما هو الا موقع تقريبي صحيح، هو جاي من مصدر موثوق من السفاره الامريكيه، تنجم تستعمله باش يوجهك ويعطيك شنو هما اللي كا اللي تنجم فيهم انت تكون ستياسيون تاعك واضحه اكثر من غيرك. الور المعلومات اللي باش تحثوها من الفيديو هذايا من الموقع هذايا راهي ما تاخذوهاش على انها صحيحه 100%، ما هو الا موقع تقريبي لا اكثر ولا اقل، هو يعمل دي ستاتستيك ويعطيك الريزلت فينال قديش البورسنتاج باش تحصل على الفيزا الامريكيه من 50%، سواء اكثر من 50 تحصل على الفيزا، اقل من 50 لا قدر الله ما تحصلش على الفيزا هذيا. كيف زاد فما دي ستاتستيك مهمين برشا يبين ان السفاره الامريكيه في تونس في 2022 اعطت الفيزا ل 24% فقط من جمله العباد اللي قدمت على الفيزا، معناها هذا راهو من با ربع تصور من الناس اللي قدمت على الفيزا لامريكا ما تحصلوش عليها، تحصل منهم الا ربع فقط، وهذا يسمى عدد قليل برشا. لازم تعرفوا اللي فما ديتاي صغار يسقوم تنتبهوا ليهم في وقت تقدموا على الفيزا، فما برشا ناس كيف في وقت المقابله الفلونتروتيان اللي مع القنصل الهديكيه في السفاره ما يدورش من با 2-3 مينوت لاكثر ولا اقل، وما يطلب من عندك حتى ورقه. هذايا علاش؟ على خاطر كيما قلت لكم في فيديو سابقين راهي ديسيزيون تاع الفيزا اللي ديجا بريز من دي اس 160. الور كيما قلت لكم دي اس 160 هي ورقه، هي ايتاب مهمه برشا، لازمك تعرفوا كيفاش تعمروها بالكدا. اذا ما تعرفوش تعمروها شوفوا شكون يعاونكم باش يعاونكم باش يساعدكم على انكم تعمروها على احسن وجه. الور في الفيديو هذا باش نوريكم الموقع هذايا اللي باش تاخذوا فيه عليه فكره، كذلك النجم يخليكم تتهيئوا للمرحلة اللي بعد اللي هي المقابلة مع القنصل في السفارة الأمريكية. إن شاء الله بون شانس الناس كلها، تابعوا معي الفيديو. نجي تقنية للموقع الرسمي، الموقع هو اسمه رابيد فيزا ليجال، واللي هو الموقع خاص باش يعطيك البورسنتاج نتاع الفيزا بي 1 بي 2 كما قاعدين تشوفوا. هما تنجم تدخلوا باللغة الإنجليزية اللغة العربية، ولا تغيروا زاد باللغة الإسبانية اللغة اللي تحبوا عليها، ويعطيكم كل المعلومات الخاصة بالموقع هذايا. كيف مع بعضنا باش نشوفوا كيلكو بورسنتاج خاصين بالفيزا لبعض الدول الموجودين في بعض الدول اللي همونا، خاصة بعض الدول العربية. قداش التو دو فيزا اللي عطتها أمريكا دول هذوما، باغ اكزومبل في الجزائر هذوما لي ستاتستيك نتاع 2022، اوكي 2022 كما قاعدين نشوفوا لهنا حسب ان في سي ستاتستيك، هذا جاي من موقع امريكي خاص بالاحصائيات، واللي يعطيك لي ستاتستيك نتاع الفيزا في 2022 حسب الدول. بار اكزومبل في الجزائر عطاو 15% من عدد من مجمل العباد اللي قدموا، اللي هو عدد قليل برشا. نمشيو بار اكزومبل دولة أخرى عربية، إيجيبت مصر عطوه 23.11%، 23.11% كيف يسمى شوية بالكل. لهنا باش نشوفو، نمشيو لتونس ديريكتومون باش ما نضيعوش وقت. وين تونس؟ اوكي لهنا تونيزيا عطين 21.06%، في تونس عطاو 21.06% من العباد اللي قدمت في سفارة أمريكا في تونس، بينما في المغرب عطينا زادا كيف 21.90 اللي هي زادا كيف قريبة برشا من تونس. بنمشيو توكي ديريكتومون كيفاش تنجمو تحطوا لي دوني متاعينكم. نشوف كيفاش فما إمكانية نبدلو بالعربي هيك باش يكون أسهل، ولا يبدأ مجانا. أوكي باش نبدأ نحطو اسم الدولة، تجو لهنا وتكليكو عليه تحطو اسم الدولة، باش يخرجكم لينك من هذه، تختاروا اسم الدولة
اللي انتم تحبوا تشوفوا فيها. نحن نختار تونس بار اكزامبل، ولان اول سؤال باش يسالك اللي هو الحاله الوظيفيه. اذا انت كنت غير موظف نفس الوظيفه والشركه اقل من سنه واحده، نفس الوظيفه والشركه عندك فيها من 1 لـ5 سنين، نفس الوظيفه والشركه لاكثر من 5 سنين، انا طالب دوام كامل في الاتحاد الامريكي لدي دليل، ولا متقاعد ما معاش يمكن تحققه منه. مثلا نقول نفس الوظيفه والشركه في اقل من، نقول نفس الوظيفه والشركه من 1 لـ5 سنين بار اكزامبل، باش ناخذ مثال هذا. انسان يخدم في شركه عنده من واحد عنده 4 سنين خبره، اوكي نمشيو. جيت اوكي الدخل، بالنسبه للدخل انكام، عندك دخل بيان سور، دخل منخفض، دخل متوسط ولا فوق المتوسط الدخل، ولا ثري، عندك اكثر من 250 الف دولار امريكي في السنه. نقول الدخل متوسط الدخل، اوكي نقول متوسط الدخل، نمشيو. تقييم باش نجيبو السيتياسيون فاميليال، الوضعيه العائليه. اذا انت اعزب وما عندكش شكون تحت وصايتك، لدي اطفال لكنهم لا يعيشون معي، لدي اطفال ومعالين اخرين يعيشون معي، لدي اطفال معاقين ومعالين يعيشون معي، اوكي. نقولوا نحن لدي عندك صغار ويعيشوا معك، ولا اعزب بدون معالين، اعزب بدون صغار فور اكزامبل. نقولوا لدي اطفال، اوكي ويعيشوا معك، لأنه باش يسلك عندكش عائلة في الولايات الأمريكية، لدي صديق أو صديقة أو خطيبة أو زوجة في الولايات المتحدة الأمريكية، لدي عائلة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، ليس لدي عائلة في الولايات المتحدة الأمريكية. نصيحة إنه يكون ليس لديك عائلة في الولايات المتحدة الأمريكية، هو أصدق إنك باش تاخذ فيزا توريزم، تصرف بالطريقة هذي يكون أصدق وأنجع. تالي كيف باش يجي يشوف عندكش عقارات، عندكش أملاك في الحكاية هذي، لا أملك أي عقار وليس لدي أصول، أملك كمية صغيرة من الممتلكات أو الأصول أو النقد، أملك كمية معتدلة من الممتلكات أو الأصول أو النقد، أملك كمية كبيرة من الممتلكات أو الأصول أو النقد. شوف حسب السياسيون فاميليا، حسب السياسيون بتاعك عندك ولا ما عندكش. نجو الإنسان بار إكزومبل إنسان متوسط، أوكي عنده كمية صغيرة، موظف عادي عنده عامين من عامين 5 سنين خدمة في شركة، معرس وعنده صغار في الدار، عنده أملاك صغيرة جدا، أملاك تمثل بار اكزومبل تنجم تكون في كهرباء، تنجم تكون في دار، تنجم تكون عنده شوية فلوس في بنكة شوية، أوكي. وبعدين نمشيو اللي بعده، تاريخ السفر. هل أنت غادرت البلاد؟ لم أغادر البلاد فقط، قد سافرت لبلد آخر على الأقل، قد سافرت للولايات الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا. مشيتش سافرتش لبريطانيا وأستراليا ولا أمريكا ولا كندا، سافرت بلاد اخر على الاقل، لم اغادر بلاد قط. نحطو بار اكزامبل مشيت تركيا، مشيت ليبيا، سافرت بلاد اخر، هو احسن بيان سور من انسان ما سافرش خلاص، على الاقل يحط اي هيستوريك خاطر سافرت بلاد اخر على الاقل. اوكي ونجو ونعملو التالي. كيف باش يقول لك شنو هي مده الزياره المطلوبه، قداش تحب النهار قد كيف، بانك بانك انت ماشي باش تعمل توريزم، ديما حطوا في اعتباركم انه اي نهار زايد غادي كيف في امريكا راهو يطلبوا عليه فلوس اكثر، لانه يلزمك تبين اللي انت في البنك ستيتمنت تاعك عندك ما يكفي انك تاخذ لي ديبونس على روحك ديرون البريود هذيك. وحطوا في اعتباركم ان النهار راهو كالكولي انتر 200 و 240 دولار بار جور، معناها مش معقول انت باش تمشي تعدي غادي كيف بار اكزومبل تقول لهنا بار اكزومبل اكثر من شهرين، اكثر من شهرين تشمل معناها 60 يوم، 60 يوم اضربهم في 250 دولار النهار، لازم يكون عندك هذايا في البنكة، فهمني؟ من شهر لشهرين كيف اللي هو مده كبيره برشا، واقل من شهر واحد اللي هو سي بري لوجيك باش تعمل توريزم، كو سوا ان سومين دو سومين ماكسيموم، يكون البنك ستمنت تاعك فيها اقل فلوس وكذلك يكون اضمن، تنجم تحط فيه اضربهم هذوما باغ اكزومبل 15 جور اضربه في 200 و 250 دولار وزيد عليهم شويه وحطهم في الكونت تاعك، وهذاك هو المبلغ المطلوب. لهنا تقول اقل من شهر واحد وتمشي للي بعده. يقول لك شنو هي وسيله لدفع ثمن الرحله نتاعك، كيفاش باش تخلص الرحله نتاعك. يقول لك تقول انت ليس لدي وسيله دفع ثمن الرحله، ما عنديش معناها شكون باش يخلص لي الرحله نتاعي، صديقي او عائلتي باش تخلص ثمن الرحله وعندي دليل، لدي المال دفع ثمن الرحله ولدي دليل، سوف يقوم صاحب العمل بدفع ثمن الرحله ولدي دليل. قضايا اذا انت عندك سبونسور، اذا عندك شخص باش يتكفل بيك بار اكزومبل. وانا في الحكايه هذه اذا انت تخدم ماذا بيك انت وحدك تخلص، ما تعملش سبونسورشيب، ما تعملش حتى انسان باش يبعث لك انفيتاسيون وحتى انسان باش يخلص اي حاجه غير كي، خلي كل شيء
ليك انت وحدك تعمله. معلوم في الاربع احتمالات هذوما احسن احتمال ننصح به هو الاحتمال الثالث، هو لدي المال لدفع ثمن الرحله ولدي الدليل، الدليل اللي هو لي ريزرفاسيون باش تخلص، ريزرفاسيون تاع الطياره، ريزرفاسيون تاع الاوتيل، ريزرفاسيون تاع ليفينمون اذا ماشي ليفينمون، ريزرفاسيون تاع الترونسبور تاع كل شيء، هذوما كل كي هما هو الدليل باش تخلصوا من فلوسك انت، وما فماش شكون باش يعاونك فيه. اذا تحط عندي سيدفع صديقه او عائلتي او ثمن الرحله او ليس لدي وسيله دفع ثمن الرحله، هذوما الاثنين، هذوما الاثنين صعب باش ما مش حلوين حتى طرف، ولا سيقوم صاحب العمل هذه في حاله ثالثه، حاله رابعه لكن ما عندناش فيها توكي، معناها صاحب الخدمه هو اللي باش يبعث لك. في الحاله هذه احسن اوبسيون تبقى هي لدي المال دفع ثمن الرحله ولدي دليل. الاخرين راهم سي بوسيبل تنجم تحطوهم عادي جدا، لكن اكثر جديه واكثر قناعه انه تعطي بي اكثر امبريسيون للشخص اللي باش يقرأ الدوسيه نتاعك اللي انت ماشي باش تخلص على روحك، اللي هو لدي المال دفع ثمن الرحله ولدي دليل. التفاعل الاجتماعي باهي، يقول لك باش يسلك التفاعل الاجتماعي، انا لو اشارك في المجتمع، انا نشط في برنامج مجتمعي يعتمد على، انا طالب جامعي بدوام كامل في بلدي، باش يسلك يقول لك انت التفاعل الاجتماعي نتاعك، هل انت تشارك في، هل انت مشارك في جمعيات، هل انت معناها نشط اجتماعيا في الامور هذيك، عندك برنامج مجتمعي. لهنا واحدة من هذوما الثلاثة تنجم تختار، لازم تبين اللي انت سوسيابل، لازم تبين اللي انت قاعد نشط في المجتمع وكل شيء، ما تحاولش باش تمشي اكثر للعزلة. انا لو شارك في المجتمع هذي اخيب اجابة. تنجم تقول انا نشط في برنامج مجتمعي يعتمد عليه فور اكزامبل، وتنجم تحكي له اي حكاية، تنجم تحكي له على حكاية فور اكزامبل في الدائرة البلدية متاعك، في الإطار الخدمة متاعيكم، معلش يعني في أي أكتيفيتي تنجم أنت تختارها. بعده بي أ و بي تو، لقد تمت الموافقة علي مقبل وتجاوزت مدة الإقامة خلال 6 أشهر الماضية، وتم رفض حصولي على درجة واحدة منذ أكثر من 6 أشهر، وتم رفض حصولي لما تقدم مطلق وتربى الحصول على التأشيرة. لقد تمت الموافقة علي مقابل متجاوز مدة الإقامة. لهنا باش تحط الهيستوريك نتاعك، هل أنت مشيت لأمريكا ولا ما مشيتش، أنت قدمت على البي أي بي تو ولا ما قدمتش. إذا هي أول مرة تقول له ديريكتومون راني لم أتقدم مطلقا بطلب الحصول على التأشيرة بي 1 بي 2، أوكي. وإذا أنت قدمت قبل ولا قدر الله ترفضت، باش تحط له ذيك لقد منذ أكثر من 6 أشهر ولقد تم رفض حصولي على البي 1 بي 2. نمشيو للي بعده. شنو هو هذايا لهنا البي دو فواياج، شنو هو الغرض من السفر؟ انا ازور صديقي او صديقتي، انا ازور زوجي او زوجتي، ازور العائله الممتده، ساحضر حفل زفاف، ساذهب لتلقي علاج طبي محدد، ساحضر رحله عمل لمؤتمر، ساذهب كسائر رحله المعالم السياحيه وانفاق المال. هذا سيدي بوان، انت شنو سبب الرحله نتاعك؟ اوكي، اذا انت في القبل في السؤال اللي قبل كنت تذكره تقول راني فما صاحبي باش يبعث يصب لي الفلوس كل شيء، لازم ساعتها لازم تقول ازور صديقي او صديقتي. اما انت اذا ماشي وحدك وبفلوسك وحدك، لازم تقول ماشي كسائح باش تزور المعالم السياحيه وانفاق المال، ويلزمك لهنا تبين شنو هما المعالم السياحيه باش تزورهم، فهمني؟ يلزمك تبين انت ماشي كسائح، تنجم تحكي معايا تقول راني باش نزور كذا وكذا وكذا، باش نشوف كذا وكذا وكذا، هكا تكون اكثر شفافيه. وإذا أنت ماشي باش تحضر رحلة عمل ولا مؤتمر، لازمك تجيب له الانفيتاسيون تاع المؤتمر هذايا، وفي الفيديو السابق كنت وريتكم كيفاش تنجموا تجيبوا الاستدعاء تاع المؤتمر هذايا في أمريكا. تختار هذايا تمشي للي بعده. أنت وشكون باش تسافر؟ تسافر وحدك ولا مسافر مع واحد وأكثر من رفاق؟ سوف تسافر وحدي فور إكزامبل. توكيه باش يعطيك تحسب الاحتمالات، تحسب الاحتمالات مال البورسنتاج نتاع لي دون لي زانفورماسيون اللي حطيناهم الكلكيه، واللي هما 90% من الزانفورماسيون الموجودين في دي اس 160، باش على الباز نتاعهم باش نشوفوا شنو هي البروبابيليتي باش تاخذ الفيزا نتاعك ولا لا. نشوفوا مع بعضنا. بناء على معايير تمت فرصة جيدة لحد الموافقة على بيان حصولك على التأشيرة، درجتك هي خذيت 75%، معناها إذا تحط أنت إذا بروفيلك يشبه البروفيل هذايا بنسبة 75% باش تاخذ الفيزا نتاعك، فهمتي؟ وبالنسبة للبروفيل هذايا لمعلوماتك تم رفض 15.92% فقط من المتقدمين من فئة تونس بي 1 بي 2، أوكي؟ معناها
في بروفيل يشبه البروفيل هذا جينيرالمون مع بعض التغييرات الصغيرة، تم رفض 15% كهو، والبقية الكل تم قبولهم، يعني حوالي 84.8% تم قبول الفيزا متاعتهم، وتم رفضوا 15% فقط نجم يكون لأسباب مختلفة. معناه هذا البروفيل هذا يعتبر بروفيل مقبول جينيرالمون. هذا شنو حبيت نوريكم في الفيديو هذا، تنجم كل واحد فيكم يحط البروفيل متاعه، يختار البلاد متاعه بيان سور، ويجرب حظه في الحكاية هذه، وإن شاء الله بون شانس للناس كلها. يلا سلام عليكم. وهكذا نجو نهايه الفيديو نتاعنا. كما شفتوا الموقع هذا ما هو الا موقع تقريبي باش يعطيكم البورسنتاج قداش بالضبط على باز لانفورماسيون اللي نتوما تخش تحطوها لهنا، هو باش يقول لكم قداش من البورسنتاج باش تنجموا تحصلوا على الفيزا هذه من عدمها. اذا الموقع هذا زاد كيف كيف ينجم يكون كريفيرونس باش تنجم تحسن من السيتياسيون نتاعك، باش تنجم تزيد ورقه تنقص ورقه تعرف شنو هو تقييمك الصحيح. وان شاء الله بون شانس الناس كلكيا، ونشوفوكم ان شاء الله في فيديوهات جايين. اذا فما اي كومنتار خليه لي لوطا في التعليق. يلا السلام عليكم.